يواجه المنتخب الجزائري لكرة اليد نظيره الغيني غدا الاثنين بقاعة حسين مصطفى بالقاهرة مصر بنية تحقيق الفوز من أجل حجز المركز الخامس لبطولة كأس إفريقيا للأمم 2022 الذي يمنحه التأهل مباشرة لدور العالم. في بولونيا والسويد 2023 ويعتبر لقاء الغد ثأريا بالنسبة للخضر الطامحين لإنهاء المنافسة بفوز ومرافقة رباعي مصر الرأس الأخضر تونس والمغرب لمونديال 2023. توقيت مباراة الجزائر وغينيا 3:30 بعد الظهر بمصر غدا الاثنين 18 جويلية 2022. المباراة تنقل على 6 الشبابية الجزائرية وقناة الأرضية وكذا قناة المصرية. بالتوفيق للمنتخب الجزائري.